عانينا سنين من هذا المشكل ديال التعارض الفساد، ولكن دابا تفاقم بزاف. في الاول كانوا كيحترمونا، في الاخر دوك كيجلسوا في الوسط، يعني ما عندك ما يدوز عينا صبر. صراحه الله راه قهرونا، الله ياخذ فيهم الحق. صراحه ولاو كيجيبوا قصيرات في الاونه الاخيره، ولاو كيجيبوا وحدين قصيرات 16 عام 15 عام. حنا مهددين وليداتنا، كيبداو يغريوهم، سورتو البنيتات كيبداو يغريوهم زعما يمشيو معاهم. باقي نحس الساعه باقي كنت نتعرضوا للتهديد. قلت السيده عندها شي 6 ديزابارتومون، واكثر من هذا الشيء كاين حتى السطح، كيما تحت في السطح. والعائله ديالنا مابقاوش كيجيو عندنا، وليداتنا كنخافوا عليهم بزاف. كتمشي كتهضر معاهم كيدوروا فيك كيقول لك ماشي شغلك، وسير سير عيط لنا للمخزن، سير اعمل هذه سير هذه. السلام عليكم، انا مساكينه ديال العرفان واحد، وكنعاني من واحد المشكل ديال الدعاره. هذه سنين حنا سكننا في الاول، كانت الدنيا خاويه، كانوا ما كيبانوش بزاف. دابا بدا كل مره كيجي واحد، كل مره كيجي جروب ديال البنات ديال الدعاره، كل مره كيجيو. في الاول كانوا كيحترمونا، في الاخر بداو كيجلسوا في الوسط، يعني ما عندك ما يدوز، وكيقولوا شي كلام خايب، ما كيكملوا بالنهار في الليل، عاوتاني ما نقدروش نعسوا. هالغواتات هالهضرات خايبه، حنا كيجيو عندنا العائلات وعندنا وليداتنا، مهددين وليداتنا كيبداو يغريوهم، سورتو البنيتات كيبداو يغريوهم زعما يمشيو معاهم. وإلا مشينا هدرنا هيدا وعرفونا يعني كيهددونا، كاين وليداتنا كاين الرجال ديالنا، ولكن المشكل عندهم هما ماشي بوحدهم، عندهم العصابه ديالهم اللي كتحميهم. كيبقى لهم ماشي مشكل صغير، كيعيطوا افلان افلان، كيجي كتجبر بالموتور قدامها، يعني كيفكها. يعني ما حنا ما جبرنا لا نعطيو الراس، عطينا الناس الامن هما اللي ساعدونا. نهار الاحد جاو هبطوا جوج منهم ديك الكبارين، عندهم لي زابارتمون تما كيشتغلوا هادشي ديال الدعاره. علاش بقيتوا 3 سنين عندك نزلتوا شي كعيب؟ حنا حيت كناش باقيين مش متحدين، هذا ما كيعرف هذا وهذا ما كيعرف هذا، يعني كل واحد كيدخل سوق راسو يخرج بشي اجي. واحد شفتو تزادوا، وحنا ساكتين هما كيتزادوا، فكانوا 3 بداو 4 بداو كيجيبوا جروب بزاف. كيما وحده وليداتنا كيعملوا ديك الشيشه، كيعملوا ديك السوليسيون، شنو كاين ديك الماتش كيقول مع الجمعية. يعني حنا بدينا كنخافوا على وليداتنا، مشيت تشوف دابا كنلحقوا معامره بديك توبوس السوليسيون، كيعملوهم كيتحشوا بهم. عليها هضرنا حيت عينا. العماره شحال مشقه كتستغل في هذا؟ قال لك السيده، انا على ما سمعت قال لك السيده عندها شي 6 ديزابارتومون، واكثر من هذا الشيء كاين حتى السطح، كيما تحت في السطح عندهم شي مطالب. جا المخزن ذاك النهار هبط ديك المطالب كاملين، يعني اللي ما عندوش شي سكنه كيكونوا بزاف كيطلعوا من السطح، يعني واحد البندر. والسنديك العماره يعني ما عندناش السنديك، هذا هو المشكل، هذا ما كيعرف هذا. وعندنا قليل الناس ديال السكان الاصليين ديال الدار، قلالين تما غير الدراري اللي كاريين ولا بنات كاريين، فهمت عليها؟ عليها وقع هذا الشيء هذا. انا من السكان ديال العرفان واحد، كنعانيو بزاف من هذا المشكل ديال الدعاره. هذه سنين دابا، سنين وحنا كنعانيو، ولكن هاد السنوات هذه الاخرانيه ولا داك الشيء بزاف. جالسين لنا في الطريق ما كيحيدوش حتى من الطريق، حنا كندخلوا من حداهم، وما معرضين بديك الحاله. والعائله ديالنا مابقاوش كيجيو عندنا، وليداتنا كنخافوا عليهم بزاف. كتمشي كتهضر معاهم كيدوروا فيك كيقول لك ماشي شغلك، وسير عيط لنا للمخزن، سير اعمل هذه سير هذه. حنا بزاف، حنا تقهرنا. واش الشقه في العماره واش ديالهم ولا كاريينهم ولا كيفاش؟ دابا كاينين واحد النساء هما اللي دابا اللي مشبرين دابا مشحال سنين هذه، ولكن هذا الشيء ديال الزنقه وهاد الصداع ما كيخليونا نعسوا لا بالليل ولا بالنهار. هادي دابا شي 3 سنين ولا شحال، عينا صبر. صراحه الله راه قهرونا، الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. صراحه الله. وهادشي واش كيتعمل نهار كامل؟ لا من نهار كامل، الصبح حتى الليل. من الصبح حتى الليل، وما بقيناش كنقدو نخرجوا للخدمه في الصباح. بعدا كنلقاها انايا كنكون خارجه باش نترسبور للخدمه، كنلقاها معرضين بالسيوفه بالمواس بواحد الحاله. الصلوحه ديالنا ولا كنطلع انا الصح، حيت انا الوحيده اللي كنطلع عندك الصح. ما كاينينش عندنا السكان بزاف، الاغلبيه الناس موين البارطمان كاين على برا. ومني كيجيو مساكن في الصيف تصور كيجيبوا وليداتهم كيشوفوا ديك المنكر، كيخليو هذوك البارطمان كيمشيو عند العائلات ديالهم، ما كيدخلوش البارطمان ديالهم. ولا كاين اللي ما عندوش العائله كيمشيو للوطيل. والله الا واحد جاره مسكينه مشات بيتت ولادها في الوطيل، حيت شافت ديك الدابيزه وديك الكلام الخايب الكلام الساقط، ولادها خافوا ولا ومشاو مشات مسكينه دات وليداتها ومشات باتت في الوطيل، حتى مشات عاوتاني مدينه اخرى. هو شي صراحه الله تقهرنا بزاف، تقهرنا. علاش جيتوا للمحكمه باش كطالبوا؟ كنطلبوا يحيدوا علينا داك الشيء، يحيدوا علينا ديك العماره تنقى.
لان تقهرنا سين وحنا كنسمعوا راه معروفه في طنجه كامله فلانه المهم بلا ما نقول سميه فلانه 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 لا في الخدمه كيقول لك اه واش انت في العرفان واحد واش في بوخالف العرفان واحد اش آه شد الحومه شد الحومه ساكن فيها العائله كيجيو حتى هما كيسمعوا كنكونوا خارجين مثلا خارجين ماشي نتاخروا ولا ماشي نتساروا كنكونوا دايزين حداهم هما بديك سيليسيون ومحشين وحالتهم حاله الله وديك الكلايم كيقولوا لي الله يا شنو هاد السكنه هادي السكنه عندك مزيونه وداك الشيء ولكن هاد الشيء اللي عندكم هنا في هاد الحي هاد الشيء راه خايب ما هاد الشيء صراحه الله اه مشاو خلوا الديور ديالهم كاينين اللي مشدودين عندهم لا في العماره اللي فيها حنا دابا حنا حداهم يعني حنا بديك الصف هذاك ديك الدخله كامله يعني حنا حدا حنا كندخلوا يوميا وكنخرجوا عليهم. صباح لكم نزلتوا شي شكايات في الموضوع ولا لا؟ نزلناها شحال من خطره نزلوها الرجال صراحه الله ولكن ما تبعناش ما تبعناش الملف وصافي داكشي عاوتاني كيولي كيف ما كان. نمشيو نهضروا معاهم كنقول لهم هادشي حشومه عليكم كينوضوا كيتحاموا مع بعضياتهم. انا براسي راه تعرضت شحال من خطره للتهديدات شحال من خطره البنات اللي معايا في الخدمه عاوتاني ساكن في العمارات اللي قبالتنا كيقولوا لي دخل سق راسك ما تهضرش معاهم لان هذوك راهم عصابه راهم مافيا كنشوفهم حنا من الشراجم انا الشراجم حتى انا كيطلوا على ديك الجهه ولكن ماشي بحال الشراجم ديال البنات الاخرين كيشوفوا ديك الشيء يعني بعينهم انا ما كيبانليش ديك الشيء بزاف كنسمع الصداع هذا ولكن ما كيبانليش شي شويش وصافي. من بعد ما خرجتوا تحتاجوا نهار السبت واش باقيين كيتحرطوا للتهديد حتى باقيين حتى الساعه باقيين كنت نتعرضوا للتهديد. شكون كيجي هذيك؟ كيجيو واحد صحابي المواطر حيت صحابي المواطر كيدوزوا عاون البارح حنايا واقفين جيران مع بعضياتنا مجمعين جالسين وهما دايزين طالعين هوادين طالعين هاكولهم كنشوف فيهم بحال هكذا ضر فيا قال لي حنزص فيا هذوك البنيات اللي بانوا في المظاهرات هما عاوتاني تعرضوا في المدارس ديالهم انا عاوتاني جاني الخبر عاوتاني كنتهدد انا وولدي الرساله ديالي نتمنى والله يا ربي الحبيب يحيدوهم علينا يحيدوا من ديك العماره يحيدوا ينقوا لنا الحومه باش نحسوا بواحد الراحه ونستغلوا السكنه ديالنا في الامان والاستقرار ان شاء الله يا ربي. انا مسكينه ديال عرفان واحد بوخالف باب الاندلس عانينا سنين من هذا المشكل ديال الدعار والفساد ولكن دابا تفاقم بزاف حتى وليداتنا كنخافوا عليهم غير يخرجوا للزنقه يلعبوا ما بقيناش كنخليهم يخرجوا او مشوا كديوهم المدرسه واللي عنده وليداتها كيمشوا في ترونسبور كتخرجوا حتى للشارع وعاوتاني خص باش يجيبهم ترونسبور راه كيخصهم يخرجوا حتى للشارع باش يجيبوهم وهذيك عانينا بزاف لمده سنين ولكن هاد العامين الاخره بزاف صراحه ولاو كيجيبوا قاصرات في الاونه الاخيره ولاو كيجيبوا وحدين قاصرات 16 عام 15 عام وكاينه شي وحدين دابا غادي يصرحوا بالشهادات ديالهم تعرضوا لهم وقالوا لهم يلا تمشوا تخدموا معنا باش تدخلوا الفلوس وما عندكم ما ديروا بالقرايه وهذا الشيء راه الصراحه ضرنا كاملين واثر علينا نفسيا وحتى العائلات ديالنا ولاو كيعيطوا لنا كيقولوا لنا زعما كيفاش نتوما ساكنين في ديك الحومه صافي لا بليبار ديال الناس ولاو كيفكروا صافي ما يبقاوش تما ساكنين والحمد لله. شوف واش مشريه ولا مكريه بهذا الشغل اللي كيتمارس كاين اللي مكريين كاين اللي ديالهم ولكن اللي بدات في الاول بداو بالناس ديالهم بالملك ديالهم وصافي حتى ولا كلشي جاتهم التجاره مربحه ولا دابا تجاره منظمه لا بالنسبه للمخدرات لا بالنسبه للناس ولاو كيتاجروا في المخدرات ويتاجروا في الناس في البنيتات كيجيبوهم باقيين صغار قصيرات وكيعملوا فيهم اللي بغاو بالليل وبالنهار وعد الكلام الفاحش بالليل كلام فاحش ما تقدرش تسمعوا لا حنا لا وليداتنا وعد عندنا وليدات صغارين وعانينا مده طويله ودابا اليوم كنتمنوا ان القضاء ينصفنا ويشوف من الحال السكينه اللي عانت سنين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.